الو، السلام عليكم. المهم والله ما كنت غادي ندير هذا الكليب، هذا ديال هذا الفيديو صغير، ولكن سبحان الله فرحت بجيراننا مغاربه مقابلين معايا. صيفطوا لي حاجه دقوا علي دابا، ولقيت بنتهم الصغيره قالت لي تفضلي. شو نقول لكم؟ الدنيا مازال بخير صراحة، والله العظيم قسما بالله ما كنتش عوال على هذه القضية هذه نهائيا. سبحان الله، إن الواحد يجي هكذا ويتفكر. العام الآخر كنا كان صراحة عطتني مرة عطيتها مرة، وهاد رمضان ما عرفتش والله العظيم، زعما لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما جاتنيش في بالي نهائيا. مهم سنقول لكم، فرحت بزاف، وغنوريكم شنو هو. ما عرفتش انا بصراحه شنو هو السميه ديال هذا، واش مخامر، واش بوشيير، واش بطبوط، ما عرفتش. روعه، عرفتي؟ سخون، شوف ما شاء الله، طري غزال، زعما الله يرزقهم تجارة لا تبور صراحة. هي الحمد لله كل واحد عنده رزقه، كل واحد ياكل اللي يبغى، ولكن تبقى لو جيست. هما صراحة فهاد القضية أحسن مني، يعني بادروا. حتى واحد جارتي تركية مسكينة كيكون عندهم واحد هذاك العيد اللي تيكون عندنا ديال عاشورة كنظن، تتجيب لنا واحد كتطلع كل الجيران كاملين كتطلع لهم كل واحد زلافة شي حلويات ديالهم. صراحة أنا ما كناكلهم، ما كليتهمش، ما يعني دقت ماشي ديالنا ديال ترك، ما عرفتش شنو هي، ولكن ما شاء الله عليها، ما شاء الله جزاها الله كل خير. يعني المسلمين ديالنا كيتبعوا هاد الشي ديالنا، يعني في رمضان تيحاولوا يصيفطوا تيصاوبوا. صراحة روعة روعة روعة. أنا كنت دايره الحوت، ولكن دابا منين جا هاد الشيء هذا غناكل هاد الشيء صراحه، ومن بعد ناكل الحوت ماشي مشكل صراحه. نوريكم الحوت، درت غير الصمون مقلي اللي هو كيسموه سلمون. ها هو الحوت، ها هو عاد درته في الفران، ما بغيتش نقلي صراحه. مهم هذا، وكاين حاجات اخرين. المهم هذا اللي درت دابا عاد سخون، الاخرين داكشي الاخر سميتو. المهم عاد غادي نسخن وداكشي برد. ومنين شفت هادشي صراحه قلت لا، ناكل هادو نفطر بيهم بحال الفطور ديال المغرب عادي، مع براد ديال اتاي، ومن بعد الواحد يتعشى ويدير وياكل حوت، ياكل اللي بغا داكشي من بعد ماشي مشكل. المهم اهم حاجه هذا ما عرفت شنو هو، اللي عرف فيكم يقول لي واش بوشيير، واش هما ما شاء الله عليهم ريافه، ولكن ما عرفتش انا هادو شنو يعني، محتاره. ما كنظن هذا، كنظن اللي كيدار فيه العسل والزبده، ما كنظنش اللي كيتعمر، ماشي البطبوط اللي كيتعمر. ما عرفتش والله، ما نعرف زعما صراحه، عيب ما نكونش عارفه، ولكن تقلوا عليا يعني كثروا السميات ما بقيتش عارفه. العام الاخر في الصيف تيقولوا هذا بوشيار، هذا مخنفر، هذا ما عرفت شنو، شي اسماء. انا صراحه ما قلت لكم راه طالعه 30 عام دابا تقريبا هنايا، فما عرفتش هاد السميه، تسامحوني الا ما عرفتش. اللي كنعرف البطبوط اللي كيتحشى فيه، اللي كنحشيو فيه الحشوه اللي كيتكال كساندويتش، اوكي. بوشيار كنظن كليتو مره الصيف كليتو، كنظن كياكلوه بالعسل والزبيده وداكشي. مخنفر يمكن هو هذاك الشكل ديال البغرير، انا ديجا درت البغرير والبارح ودرت الرغيفات. هذا الصراحه زوين وباين عليه عندك يكون محشي. انا اللي خفت لندوق، باقا صايمه، باقي شي 4 دقائق تقريبا ان شاء الله باذن الله. شي شحال دابا نوريكم الساعه وقت جاني هادشي. أيه، حنا اليوم غادي نفطر مع العشرة قلت ولوت بالضبط، يعني بقى 2 دقائق، يعني هي جابتهم لي شي 4 دقائق هادي ولا 5 كاع بالكثير.
جزاها الله كل خير صراحة، والله غلبتني ما شاء الله عليها، ما شاء الله، الله يخلي لها رجلها ويخلي لها وليداتها يا رب يا كريم. الغريب في الموضوع انه انا قبل ما يدقوا عليا بربعه دقائق ولا جوج دقائق ما يمكن، سبحانك يا ربي، وجهت وجهي للسماء وجالسه كنطلب سيدي ربي، وقلت له يا ربي شي حاجه بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وقلت له يا ربي بين ليا واش انت كتبغيني، واش انت راضي عليا، بين ليا، بغيت نشوف. قسما بالله ويمين الله، يعني هذاك الشيء اللي دعيته الله اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله، ما دام جاتني هذه الرساله من عند الله، لانه من اول رمضان تحد ما دق علي على رمضان كيفاش بالضبط. يعني انا مجرد ما حيت راسي من سرجم الناس دقوا، فبالفعل سبحانك يا ربي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سبحانك يا ربي. بالفعل الله كيستجب والله كيسمعنا اكيد اكيد، يعني الواحد وحنا صايمين الواحد يدعي، ان شاء الله ربي غادي يستجب لنا ويستجب لكم يا ربي كاملين يا ربي يا كريم. فربي قال لي هالخير، يعني والله العظيم قسما بالله انا هذه الرساله وصلتني هكذا، انا هكا حسيت فيها بالطاقه ديالي اللي عندي، حسيت فيها بانه وخرا دائما تندعي، ولكن سبحان الله اليوم دعيت واقفة على السرجم وكنهضر مع السماء، يعني سبحانك يا ربي، حيت قلت له يا ربي يعني وريني واش انت كتبغيني، واش انت راضي عليا. فلا وجدت بنيته يعني ما شاء الله عليها، صغيره، طفله صغيره تكون عندها 6 سنين 7 سنين، يعني ملائكه هي اللي جات كتدق. فالحمد لله الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر يا رب. انا فرحت، دابا غادي نمشي نصلي المغرب وناكل ونهضر ان شاء الله من بعد يا رب يا كريم. باي. دابا هانتوما ها اتاي درتو، انا ما كنشربش السكر نهائيا، اكثر من 27 عام، لا في قهوه لا في اتاي، ما كنستعملش نهائيا هذا بدرتو هكا زعما ديكور مغربي، ما كنستعملش نهائيا السكر نهائيا، لا انا ولا ولادي ما كنشربوش السكر نهائيا. ممكن كيلو ديال السكر يدوز لينا عام صراحه، الا الا كنا غنديروا شي حلوه وكنديروها بديك السكر القهوي اللي هو الصحي الاورغانيك، اللي هو الطبيعي صحي، المهم سكر صحي. فهذاك الشيء علاش ما كتبانش بزاف الكشكوشه اللي هي الرغوه، هي هذه الرغوه هذه ما كتبانش بزاف، لانه هي اجمالا كتبان في ملي كيكون السكر، تيكون السكر كتبان، هذا الشيء اللي كاين. المهم هذا المخمر، وانا دابا الصراحه باغا اتاي بحال مقطوعين، يعني باغا اتاي ما بغاش ناكل، غناكل غير شي شويه هكا ديال المخمر مع اتاي، والحمد لله والشكر لله. ولا جاني الجوع راه كاين الماكله، الحمد لله والشكر لله، نعمه وبركه من الله سبحانه وتعالى على النعم اللي عطانا. واخا نصليو من الصباح حتى الليل متواصل، ما غاديش نقدروا نوفيوه الجزاء ديالو صراحه، لانه عطانا بزاف ديال الحاجات، بزاف 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 ديال الحاجات، مفروض نكونوا الحمد لله الحمد لله، احنا حمد لله وشكرينه على كل شيء. المهم انا دابا غادي نخليكم بغيت نشرب اتاي، نرجع المزاج، وهذيك الساعه ان شاء الله نشوف شنو غادي نديروا. وكنتمنى لكم فطور شهي وبالصحه فطوركم كاملين. المهم بحال اللي قلت لكم انا فرحت من هذا لوجيست هذا الصغيور ديال جارتي، حيت طلبت من الله فرحه وتبان ليا اليوم، قلت له يا ربي اليوم، فربي بعد جوج دقائق صيفط لي هذا الشيء، فانا حمد الله وشكره، حمد الله وشكره بزاف 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 قسما بالله. قد شحال ما نقول لكم ما تصوروش، والله العظيم اقسم بالله
الفرحة ديالي إنه حسيت بالفعل بأن الله معايا، وبالفعل هو الله معانا كاملين. ولكن بعض المرات الواحد تيبغي يحس إنه يا ربي أعطيني واحد العلامة هكا صغيرة إنك راضي عليا، والحمد لله والشكر لله يا رب. نهضروا من بعد غنتلاح دابا نشرب أتاي. يا ربي يا ربي على المفاجأة، طلع مخمار عامر. الحمد لله كنت غنسخن العسل. الحمد لله والشكر لله، يعني كنت طلبت الله شي حاجه كنعطاها لي. والله العظيم اليوم جالسه كنتفرج في واحد الفيديو في اليوتيوب على هذا البطبوط معمر، تشهيته سبحان الله. ها هو انا حليت دابا والله العظيم، صحابي غادي قلت نجرب، الحمد لله خدمت شويه العقل، قلت غادي نشوف نحل غير شي شويه ونشوف واش هو بطبوط عادي اللي نقدروا نديروا فيه العسل ويتكال، ولا غنشوف شنو فيه. سبحانك يا ربي، اول ما فتحت لقيتها والحشو يعني كفيتها. والمهم فيها باين فيها خز وباين فيها داكشي، ما شاء الله ما شاء الله زعما ما شاء الله. الحدقة ديالنا لا يعلى عليها صراحة، قسما بالله، يعني من طنجة للقويرة الحدقة يعني مأصلة، والله العظيم قسما بالله الحداقه مأصلة من 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 صغيرنا، من يعني من نسا كنقصد نسا، من صغيره للكبيره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني فهذه مفاجاه ثانيه، الحمد لله والشكر لله يا رب. وي كاني ربحت في اللوطو، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله انه كنقدروا نفرحوا بابسط الامور، الحمد لله والشكر لله، هذا فضل ربي. ف كنت باغي غير نوري لكم هذه المفاجاه هذه ديال الكفته. يس يعني انا غادي نسخنها بالبانيني، واخا راه باقا سخونه خصها غير شي شويه، وغادي ناكلها. يامي يامي. المهم بغيت غير نقولها لكم، هذا مكان نشرب اتاي دابا. اش نقول لكم صراحه، كيحمقوا الداد 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 معمولين بالكفته. و انا شحال هادي ما كليتش الكفته، هاد رمضان هذا داز كله غير حوت والخضره وبيتزات وداكشي. المهم ولكن صراحه روعه ما شاء الله عليها ما شاء الله، يعني الداد بشكل رهيب، روعه والله العظيم قسما بالله روعه. الله يعطيها الصحه، والله يعطي لجميع الامهات الصحه يا رب وطولة العمر، واللي ماتوا فيهم منهم يا رب ترحمهم كاملين، وترحم با وخوتي يا رب يا كريم يا رب، وتحفظنا كاملين، وتحفظ لنا وليداتنا ووالدينا وخوتنا وكاملين يا رب يا رب يا كريم. المهم بحال اللي قلت، انا ممنونه لهاد السيده هذه، جارتي جيراني هادو ناس طيبين. ان شاء الله غدا نحاول نصيفط لها شي حاجه ان شاء الله باذن الله. المهم مهم فرحه صراحه، فرحه لانه انا رمضان هو قرب يسالي لي مره الخميس، واخا كنت دايره الغلط البارح، صحاب لي البارح صورت البارح كان الاربع وانا قلت الخميس، وهي غلطه مطبعيه صراحه بالصيام والزهايمر دوت كوم دوت نت نسيت. فهو اليوم الخميس، غدا ان شاء الله الجمعه باذن الله، السبت والحد، ومن بعد اثنين ثلاث ان شاء الله، والاربع العيد. ف ان شاء الله باذن الله، يعني بحال اللي قلت، يعني هو رمضان قرب يسالي، ولكن ما احنا ماشي بدوله عربيه باش تبادلوا الماكلات انت والجيران، ولا حنايا كنا كل واحد جد تقارو هنايا في هاد البلاد. يعني لا تلاقينا كعرب تنقولوا السلام عليكم، ولا تلاقينا مع دنماركيين تقولوا هاي ولا داو وخلاص، يعني هاي 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 باي 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 باي. فما عندناش هاد في الدول العربيه كيتبادلوا الماكله، كل واحد تيدوق الماكله ديال الثاني، حاجه زوينه وطقوس رهيبه تحرمنا شحال من عام منها، تحرمنا منها. وان شاء الله باذن الله ربي قادر باش يغير الظروف من الاحسن والاحسن والاحسن ان شاء الله باذن الله. والساعه العجلة الحظ الدور لينا كاملين يا ربي، لكل واحد تسمع هذا الفيديو هذا الله يسخر له، الله
الله يجمعه مع أحبابه إن شاء الله بإذن الله، ويسهل عليه بما صعب. و المهم هذه صراحة جاتني الليدة، خصني لازم كنت نذكرها وصافي على ما كان. المهم بهاد المفاجأة ديال اللي جاتني اليوم من جيرانا، الله يكثر خيرهم. انا بغيت نحيدو من بغيت نخليه بالهذا باش نخلي الناس الاخرين اللي غيدوقوا منه. المهم هو صيفطات 4، انا كليت 2 بقى ما خصني نمسح يديا السغليات لانه قص التليفون، بقاو جوج كليت جوج ديجا، لان الصراحه ما تقدرش تغمض عينيك مع روطانه، ما تقدرش تغمض عينيك، وبالفعل مع هذا الرغيف مع هذا هادو ما تقدرش تغمض عينيك. فالمهم كنت باغي نقول لكم صحه فطوركم، وبهذه المناسبه وهذه المفاجاه اللي جاتني انا. هانتوما سبحان الله العظيم شتي الناس في الغربه، هذا دليل انه كيفرحوا باي حاجه بسيطه. يعني شوف حاجه جاتنا من ناس مغاربه ولاد بلادنا فرحنا بها، وفرحت بها بزاف بزاف بزاف، يا سبحان الله. فما بالك لو حاجه كانت كبيره. الحمد لله والشكر لله يا رب. داكشي باش تيقولوا رمضان كريم والله اكرم، الله اكرم الاكرمين. المهم هذا مكان اتاي المشكله، راه ما فيش النعناع لانه العيد اليوم ديال الدنماركيين، وغدا سكيفي ما مشيتش تقضيت نجيب النعناع، هذاك الشيء سادين فما جبتش، وما مشيتش عند العرب صراحه، ما مشيتش، ما خرجتش اليوم، ما خرجتش البارح، خرجت تقديت اليوم ما خرجتش. المهم هذا الشيء الكتاب اتاي بلا نعناع ولكن زوين، قاضي الغرض الحمد لله والشكر لله يا رب العالمين. المهم بهاد المطبوطات ولا ما عرفتش كتسميوهم، نقول لكم بصحه فطوركم عاوتاني مره اخرى، و في امان الله وحفظه، وانا كنموت عليكم، ويا ربي تفرحكم، يا ربي تفرحكم، يا ربي تحضرنا ليله القدر، يا ربي تحضرنا ليله القدر، يا ربي يا كريم يا مجيب الدعوات، يا رب يا رب تحضرنا ليله القدر يا رب، وتكون راضي علينا يا رب، يا رب تكون راضي علينا في كل الاحوال يا رب. وتحضرنا العيد ان شاء الله كاملين بالفرحه والسرور والبهجه، ويا رب نكونوا دائما كاملين كعائلات ان شاء الله يا ربي يا ربي يا كريم. وتحفظ لنا والدينا واللي ماتوا الله يرحمهم، وتحفظ لنا خوتنا واللي ماتوا منهم الله يرحمهم، وتحفظ لنا وليداتنا يا ربي يا كريم، وترزقهم السعاده اللي ما بعدها شقه يا رب، وترزقنا شي رزقه كبيره يا ربي كاملين. والناس اللي كيسمعوا هاد الدعوات وهاد الايام الاخيره وهاد العشر الاخيره، راه ربي سبحان الله العظيم ربي كيستجب لينا كاملين. انا نوريكم من هدرت من السماء هكا، من هاد السماء الجميله هادي هكا، دعيت لسيد ربي وربي استجب لي الحمد لله رب العالمين، وبين لي الاماره او العلامه او الاماره بحال اللي تيقولوا ليها، وانا فرحانه بزاف بزاف. وهيا من سماء كوبنهاغن، من سماء اما كنودعكم وتنقول لكم المهم في امان الله وحفظه. انا حليت دابا استرجم، عرفتي واحد البرد والشتاء ما نقول لكم الشمس، نوريكم تحت راها صحات بعدا، ولكن اليوم سبحان الله العظيم كانت الشتاء، هذاك الشيء يمكن اللي انا ما خرجتش. المهم كانت الشتاء واليوم كاين الهواء، انتم كتشوفوا تفات الشجره هذه راه كاسه كتحرك. المهم طولت عليكم، ولكن عرفتي شنو الغربه كتخلي الناس الغربه يهضروا بزاف، لانه ما عندهمش مع من يهضروا، فما عذرونا عذرونا. المهم سلامات الساعة في امان الله، باي باي.